طبعا في البدايه بقول الحمد لله اكيد على الفوز النهارده، بحمد ربنا واقول انا طبعا سعيد جدا باستفتاء الاهرام، وما اقول الاهرام دي كلمه كبيره جدا، مؤسسه الاهرام اللي بينبثق منها طبعا الاهرام الرياضي، والاستفتاء اللي هو عمله استفتاء اوسكار الاهرام الرياضي. واكيد طبعا زي ما انا بقول يمكن خلال الحفل يعني اشاروا الى كم الاستفتاء اللي تم من قبل الجماهير، وكلمة جماهير دي بالنسبة لي بتعني شيء كبير جدا، لأن أنا ببقى سعيد جدا لما يبقى كمان الاستفتاء بيجي عن طريق جماهير، وكل يعلم معنى الجماهير بالنسبة لي أنا. ومرارا وتكرارا أنا قلت جماهير النادي الأهلي بالنسبة لي بتمثل شيء كبير جدا، ومحور تركيزي وعملي اللي أنا بعمله طبعا بيندرج تحت أهداف كثيرة جدا. أولا المنظومة والكيان اللي أنا بشتغل فيه وتحقيق أهدافه، وفي نفس الوقت إسعاد جماهير النادي الأهلي هو ده الأهم، لأنه هي دي برضو هي دي أهداف الكيان الكبير اللي هو النادي الأهلي، هو إسعاد جماهيره. فببقى سعيد جدا وبحمد ربنا إن الاستفتاء جه عن طريق الجماهير، وده شيء طبعا بيمثل لي يعني وسام إن أنا أفوز بهذا الاستفتاء بتصويت الجماهير. شرف ليا، وإحصائيا اكيد انا بقول النادي الاهلي ليه فضل كبير جدا عليا، لان بفضل الله طبعا احصائيا برضو كم البطولات اللي انا عملتها يعني مش بعتقد هي حصر يعني بالاحصاء كده، يعني اكتر مدرب مصري عمل بطولات وفاز ببطولات، فده بحمد ربنا عليه طبعا. وفي نفس الوقت اكيد الدوافع موجوده، لان كره القدم والرياضه يعني من سماتها او اساسها او البيزك بتاعها المنافسه، والمنافسه دي بتتطلب اشياء كثيره جدا، تجديد الدوافع، شخصيتك ان انت على طول بتقبل التحدي، وفي نفس الوقت بتبقى بتحب الفوز، وبالذات لما يكون في كيان زي النادي الاهلي. وبالذات يمكن انا برضو بحمد ربنا ان انا برضو محظوظ، لان انا من اول لما كان عندي 10 سنين يعني كنت موجود في النادي الاهلي، اتربيت في النادي الاهلي، فاتخلقت الحاجات دي بجانب شخصيتي، يعني يمكن هي دي موجوده في شخصيتي لكن زادت بشكل كبير جدا بالبيئه اللي موجوده في النادي الاهلي. الشيء الاولاني ان انا ببقى سعيد جدا، الشيء الثاني مسؤوليه كبيره جدا وطموح اكتر، لان هي دي طبعا من عاداتي، وفي نفس الوقت لابد ان انا اوجه الشكر لشركائي في هذا الاستفتاء وفي هذا النجاح، لان شركائي طبعا المنظومه نفسها النادي الاهلي والكيان هو ليه فضل كبير جدا عليا ان انا افوز بهذا الاستفتاء. مجموعه العمل ومنظومه العمل اللي موجوده معايا طبعا، الجهاز الفني والجهاز الاداري، اللاعبين اللي انا تملي بقوله ان هم الاداه المنفذه، كلنا بنتعب بنجتهد كل العمل اللي احنا بنقوم بيه، لكن اللي بينفذ طبعا هم لعيبه النادي الاهلي، فانا بشكرهم وبقول ان هم شركاء لينا في هذا الفوز يعني.